الصيام والأكل والأدوية وأمراض الكبد والكلى والمرارة، عوامل كتيرة ممكن تسبب تغير في لون البول، هنعرفها كلها مع بعض في حلقة جديدة من برنامج وقاية. أهلا بكم مرة تانية. الجسم الطبيعي بينتج يوميا من 1.5 ل2.5 لتر بول، ويكون لون البول الطبيعي في الحالة دي هو اللون الأصفر الصافي أو لون القش. في حالة تغير لون البول للون الأصفر الشفاف فده بيكون له سببين، السبب الأول إنك بتشرب مية بكميات كبيرة، والسبب الثاني انك بتستخدم الادويه المدره للبول زي اللازكس او ادويه علاج ارتفاع ضغط الدم اللي بتحتوي على مدرات البول. اما في حاله تغير لون البول للون الاصفر الغامق فده بيكون دليل على عدم شربك للميه بكميات كافيه يوميا، بتكون في الحاله دي معرض للجفاف وممكن يحصل بسبب الصيام مع افراز الكيتونات في البول. اما في حاله تغير لون البول للون الاصفر المعكر فده ممكن يكون دليل على وجود التهابات في المسالك البوليه، وممكن يحصل كمان بسبب وجود قصور في وظائف الكلى. وفي حالة وجود الرغوة في البول بشكل متكرر فده بيكون دليل على خروج البروتين في البول، وده بيأكد وجود قصور في وظائف الكلى ويعتبر علامة من علامات مرض السكري. أما في حالة تغير لون البول للون الأصفر الفسفوري فده غالبا بيكون ناتج عن استخدام المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الصبغات زي المكملات الغذائية اللي بتحتوي على فيتامين بي. وتغير لون البول للون الأحمر أو الوردي ممكن يحصل بسبب بعض أنواع الأكلات زي الشمندر أو التوت أو الفراولة، وممكن يكون السبب فيه وجود الدم في البول بسبب التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى أو تضخم البروستاتا. أما في حالة تغير لون البول للون البرتقالي فده ممكن يكون دليل على وجود مشكلة في الكبد أو وجود مشكلة في المرارة، وغالبا بيحصل مع تغير في لون البراز للون البرتقالي. وفي بعض الحالات ممكن يحصل تغير في لون البول للون الأسود مع استخدام بعض أنواع الأدوية زي الفلاجيل أو الأمريزول، وممكن يحصل كمان بسبب استخدام بعض المحليات الصناعية اللي بتحتوي على السوربيتول. واللون البني بيكون دليل على وجود قصور في وظائف الكلى، وممكن يحصل كمان مع استخدام بعض انواع المضادات الحيويه. اما في حاله تغير لون البول للون الازرق فده بيكون دليل على وجود الكالسيوم بكميات كبيره في الدم وخروجه مع البول، وممكن يحصل كمان بسبب استخدام جرعات كبيره من فيتامين د. شرب الميه بكميات كافيه على مدار اليوم من 2 ل 3 لتر يوميا وتقليل استهلاكنا من المسكنات والاكلات الجاهزه والمعلبه والمصنعه بيحافظ على الكلى المسؤوله عن تطهير الجسم من السموم واضرار البول. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.